يعني بصراحة أنا اطلعت على جدول النفقات التشغيلية نعم لمؤسسات الدولة بها حقول هو تعويض الموظفين ومواد تنظيف أو ما يسمونها خدمات نعم مواد خدمية وصيانة الموجودات والسلعية يسمونها هيك هاي ماكو الأبواب مالتها. نعم هذه الابواب انا سالت عليها، يعني ما اقول لك انا خبير بهذا المجال، نعم سالت عليها. هسه هاي مال تعويض الموظفين معروف انه رواتب ومكافآت وترتيبات وعقود واجور يوميه، طيب اجراء يوميه، بس ذني الفساد بذني مثلا. نعم. جيت قارنت بين وزاره الخارجيه ووزاره التربيه. نعم. وزاره التربيه صيانه الموجودات مالتها اللي هي يعني عباره عن ابنيه، تربيه عباره عن ابنيه مدرسيه وكذا، مدارس صفوف ورحلات، اي بعديها روضات مدارس، نعم. ومديريات، يعني تربيه عباره عن ابنيه، نعم. فتحتاج وعباره عن موجودات، رحلات وصبورات، وهسه الان صار كمبيوترات، فمتوقع يعني انهم مبلغ مبلغ لازم مبلغها اعلى. هسه منو اكثر عده ابنيه، وزاره الخارجيه ولا وزاره التربيه؟ يعني ماكو عقل ما يقول لك انه وزاره التربيه اكثر ابنيه عندها، لانه وزاره الخارجيه ما عندها مدارس ولا عندها مكاتب بكثر المدارس الموجوده عندنا. شنو النتيجه كانت؟ النتيجه التربيه 13 مليار والخارجيه 87 مليار. يعني نسال الفرق ايش قد؟ 13 الى 87؟ 13 تربيه والخارجيه 87 مليار. ست اضعاف تقريبا، خمس اضعاف. زين؟ وش سويت؟ شنو كانت النتيجه يعني؟ يعني قصدي تم تعديلها باللجنه الماليه؟ حسب اللجنه الماليه واحنا ركزنا على هاي. طيب هذه وحده اللجنه الماليه. طيب هذه وحده تقلل من هذه النفقات. انا هم اريد اروح للرئاسات. اكو نفقات يجب ان 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 تقلل، احنا وجهنا اللجنه الماليه وجهنا لهم هذا الموضوع واشرنا الى انه تقلل الى 50%، لانه احنا ما نقول 100% ما تحتاج مواد خدميه ولا خارجيه. نعم. لا الخارجيه ولا كل المؤسسات، يعني حتى رئاسة الجمهورية وحتى رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء ومكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نعم. كل واحد له تخصيصاته لوحده. طيب. زين. مكتب رئيس الجمهورية والتشريفات رئاسة الجمهورية، كل واحد له تخصيصاته معينة. هاي كلها أبواب ما أنزل الله بها من سلطان. يعني كلها ابواب تروح بس اسماء، يعني تصرف على الوصولات فقط قسم من عندها، ما اقول 100%. يا سيدي الكريم، احنا نتحدث عن تشريفات ونتحدث عن ضيوف ونتحدث عن، انت جاي تقول لي المبالغه، انا احكي عن المبالغه، لان هاي تتحول الى المبالغه. جاي اقول لك، انت جاي احكي لك عن ضيوف بس، ايش قد 200 مليار، عفوا مليارين، 4 مليارات، 6 مليارات، يعني ذن اللي جاي يشوف ان اسماءهم بسيطه بس هن مبالغهم كثيره.